موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، نستكمل إن شاء الله تعالى مختصر الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا عن الحياة في المدينة وبناء النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده المسجد النبوي الشريف، وهذه أول خطوة قام بها صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهي بناء المسجد مركز التجمع والتآلف. وقد تكلمنا عن ذلك ومكانة المسجد في الإسلام. والخطوة الثانية هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكانت هذه من أروع ما يأثره التاريخ، من أروع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. الخطوة الثالثة وهي أنه صلى الله عليه وسلم أمن الجبهة الداخلية وأوجد وثيقة كما سنبين، وثيقة التحالف بين أهل المدينة سواء بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم، ووثيقة مع اليهود. فبذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورا للحياة في المدينة حتى يؤمن الجبهة الداخلية، لأن عدوه لن يسكت عنه، وهم أعداء الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. فلم ينم النبي صلى الله عليه وسلم لعدوه. وقد قيل إذا كان عدوك نملة فلا تنم له، وإنما لابد من الأخذ بأسباب الحذر والحيطة وأسباب القوة والاستعداد لهذا العدو. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فقوى الآصرة بين المؤمنين بهذه المؤاخاة التي أتمها صلى الله عليه وسلم في دار أنس بن مالك بين المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم جميعا. وقد مدحهم الله عز وجل مدحا عظيما في كتابه سبحانه وتعالى، ميثاق التحالف الإسلامي. يقول المبارك فوري رحمه الله، وهذا كلام طيب، هذا التحالف مرحلة انتقالية تمر بها الأمم أثناء التكون والبناء قبل التكامل والنضج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا رواه مسلم. وقيل لأنس رضي الله عنه: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال: قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، يعني بين المهاجرين والأنصار في داري. وهذا رواه البخاري في صحيحه وكذا مسلم. فالحلف الذي لم يزده الإسلام إلا شدة هو الحلف الذي فيه نصرة المظلوم وفيه قوة للحق وتعاون عليه، فهذا يزده الإسلام شدة. أما لا حلف في الإسلام، أي الحلف على معنى الجاهلية، الحلف على الباطل، التحالف والتحزب على الباطل عياذا بالله، إنما إذا كان ذلك على حق فالإسلام يزده شدة. وقال صلى الله عليه وسلم في حلف الفضول: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، صلى الله عليه وسلم.
يقول: وكما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقد هذه المؤاخاة بين المؤمنين، قام بعقد معاهدة أزاح بها ما كان بينهم من حزازات في الجاهلية، وما كانوا عليه من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة صلى الله عليه وسلم. كانوا في الجاهلية في عداوة مستمرة بين الأوس والخزرج كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وكانت بينهم حروب أشهرها حرب بعاث، وكانوا متفرقين، وكان اليهود يعملون على إيقاد نار العداوة بينهم، فجمعهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، وألف الله عز وجل بين قلوبهم، والحمد لله رب العالمين. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة ليكون التآلف والحب بين أهل المدينة ومن المؤمنين، وكذلك أيضا يكونون صفا واحدا. كان أهل المدينة ثلاثة أقسام: المؤمنون وبعض المشركين واليهود بقبائلهم الثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد حلفا ومعاهدة بين أهل المدينة ومن المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم، ومعاهدة مع اليهود. وفيما يلي بنودها ملخصا: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. هذه النقطة نقطة مهمة، وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إمام المسلمين وحاكمهم، فمثل هذه الأفعال يقتدي بها الحكام. وهناك أفعال فعلها صلى الله عليه وسلم كقضاء بين المسلمين، فهذه يقتدي القضاة فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أفعال فعلها في الصلاة كإمام يقتدي به الأئمة في صلواتهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم فعله على أنه حاكم للمسلمين وعلى أنه إمامهم، والحاكم يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين، يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين، ليس لطائفة دون طائفة ولا لهواه، وإنما مصلحة للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاهدة التي وهذا الكتاب الذي كتبه صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مصلحة عظيمة، إذ وحد صلى الله عليه وسلم الجبهة الداخلية. يقول: هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس. المهاجرون من قريش على ربعتهم، على ربعتهم، الربعة أي الحال التي وجدهم عليها الإسلام، الحال التي وجدهم عليها الإسلام، يعني جاء الإسلام وهم عليها. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، العقل يعني الدية، وهم يفدون عانيهم، العاني الأسير، بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وكل قبيلة من الأنصار على ربعتهم، إذا المؤمنون المهاجرون من قريش على ربعتهم،
كل قبيلة من الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين، وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم. المفرح المثقل بالديون الكثير العيال، لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل، في فداء أو عقل، عقل أي الدية. هذه بنود عظيمة جدا تجعل المسلمين أمة واحدة. فهذا مثقل بالدين كثير العيال يسعى عليه بقية المسلمين ليغنوه ويعطوه من فضل الله سبحانه وتعالى. وأن المؤمنين المتقين على من بغى عليهم، يكونون يدا واحدة على من بغى عليهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان. الدسيعة العظيمة يعني ابتغى دسيعة الظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المسلمين أو فساد بين المؤمنين. وأن أيديهم عليه جميعا، وأن أيديهم عليه جميعا، على من بغى، على من ابتغى دسيعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد، يكونون جميعا عليه. ولو كان، أي هذا الشخص الذي يريد البغي وغيره، ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر. لأن الحديث صريح، لا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، إنما هناك الدية. ولا ينصر، أي المؤمن، ولا ينصر كافرا على مؤمن، ولا ينصر كافرا على مؤمن، أي كما كان حالهم في الجاهلية، أنصر أخاك ظالما ومظلوما، إنما جاء الإسلام أنصر أخاك ظالما ومظلوما إذا كان ظالما تحجبه من ظلمه، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وهذا من عظمة الإسلام. وأن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، لو جاء أقل إنسان في مجتمع المسلمين وقال إني قد أجرت فلانا، سبحان الله، فتقبل إجارته. وأن من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة، غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم. وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض، يبيء من أباءه به، أي قتله به وجعله بواء له. وأن المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما ينال دماءهم في سبيل الله. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، هذا العدو المشركون من قريش. وأنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط مؤمنا، اعتبط يعني قتله بلا جناية توجب القتل،
وأنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينه فإنه قواد به، القواد القصاص، إلا أن يرضى ولي المقتول، إلا أن يرضى ولي المقتول يعني بالعفو الدية أو أن يعفو مجانا. وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، يعني يكونون كافة جميعا عليه، أي هذا الذي قتل عمدا. وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه. المحدث بكسر الدال أي الجاني، لا يحل لمؤمن أن ينصر جانيا، جانيا لا يحول بينه وبين خصمه أن يقتص منه. هذا الداء بكثر الدال المحدث. ولا يؤويه، أما محدثا بفتح الدال فمعناه مبتدعا. وإيواء المبتدع المبتدع ونصره عياذا بالله يكون بحمايته، إيواءه ونصره والرضا بفعله ونصرة بدعته والوقوف في ظهره، نعوذ بالله. من آوى محدثا فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. محدثا يعني جانيا يمنعه يحميه ويؤويه حتى لا يقتص منه، ومحدثا أي مبتدعا، نعوذ بالله. وأنه لا يحل لمؤمن أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، يعني لا يؤخذ منه مالا ولا فدية. وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكم بينهم صلى الله عليه وسلم بما أراه الله تعالى. هذا ميثاق الحلف أو ميثاق التحالف الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن لحق بهم وجاهد معهم. كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاهدة مع اليهود، يقول بعد أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قواعد مجتمع جديد، بدأ بتنظيم علاقاته بغير المسلمين، وأقرب من كان يجاور المدينة من غير المسلمين هم اليهود. اليهود كانوا قبل العرب من الأوس والخزرج بيثرب، إذ نزلوا يثرب بعد ما هدم بخت نصر المسجد الأقصى وشرد بني إسرائيل، فهاجر من نجا منهم إلى يثرب واستقروا بها. ثم لما حدث انهيار سد مأرب وخرجت القبائل العربية من اليمن، فنزل بهم بنو قيلة من الأوس والخزرج بمع اليهود في المدينة، وبقوا معهم في المدينة، وكانوا عباد أوثان، أما اليهود فكانوا أهل كتاب، وكانوا دائما يتوعدون هؤلاء العرب الوثنيين بالنبي الذي آن زمانه، وأنه عندما يخرج فسيقاتلونهم معه. ولذلك لما دعاهم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الرهط اليثربيين ودعاهم إلى الإسلام،
فاغتنموها فرصة، وأنه هذا الذي كانت تخوفكم به اليهود وهداهم الله عز وجل للإسلام والحمد لله. فكان أقرب من يجاور المسلمين في المدينة من غير المسلمين اليهود، فعقد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة قرر لهم فيها النصح والخير، وترك لهم فيها مطلق الحرية في الدين والمال، ولم يتجه إلى سياسة الإبعاد أو المصادرة والخصام صلى الله عليه وسلم. بنود المعاهدة: إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، وكذلك لغير بني عوف من اليهود، وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. وهذا البند هو الذي غدر به بنو قريظة، كان بنو قريظة بالداخل، فجوف يثرب حرام لأهل هذه الصحيفة. وكان العرب من قريش وحلفائها بالخارج يوم الخندق، فغدر اليهود ونقضوا العهد، فكان هناك عدو من الداخل وعدو من الخارج، لذلك كان الأمر عظيما شديدا. والحمد لله كما قال الله تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده، فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنه لا تجار قريش ولا من نصره، لا تجار قريش ولا من نصر قريشا، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم. بإبرام هذه المعاهدة صارت المدينة وضواحيها دولة وفاقية، دولة وفاقية، عاصمتها المدينة ورئيسها إن صح هذا التعبير فهو حاكمها صلى الله عليه وسلم وإمامها صلى الله عليه وسلم، لأننا كما ذكرنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أهل العلم. والكلمة النافذة والسلطان الغالب في يد المسلمين. ولتوسيع منطقة الأمن والسلام عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قبائل أخرى في المستقبل بمثل هذه المعاهدة حسب ما اقتضته الظروف. هذه المعاهدة وهذه الوثيقة فيها تفاصيل كثيرة جدا وفيها شروح لأهل العلم، ولذلك من المناسب الذي ننصح به في هذا المقام هو قراءة مقالات فضيلة شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله، وهي موجودة على موقع أنا السلفي بعنوان وثيقة المدينة. هذه مقالات مهمة جدا ليتحسس المسلمون والعاملون لدين الله عز وجل مواضع أقدامهم، بحيث يكونون في الوسط بلا إفراط ولا تفريط. والله سبحانه وتعالى أعلم. إن شاء الله يأتي بعد ذلك، بعد أن أمن النبي صلى الله عليه وسلم الجبهة الداخلية، سنرى بعد ذلك
ماذا سيكون من قريش وماذا فعل صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.